احنا قلنا اليوم في تقريرنا انه تونس اليوم تعيش وضع سيء جدا لحرية الصحافة، وشعارنا كان الصحافة حرية الصحافة تواجه الخطر الدائم، وذلك على اعتبار انه في الفترة الأخيرة تواترت وارتفعت وتيرة المحاكمات ضد الصحافة والصحفيين وفق المرسوم 54 سيء ذكر. شفنا ايضا كيف تواصل التعتيم على المعلومة والانغلاق التام للمؤسسات الرسمية للدولة، بداية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، ثم إلى بقية الوزارات والإدارات، وتم وضع سياسة كاملة للتضييق بمقتضى المنشور أعداد 19 الذي منع وحرم المواطنين وحرم الصحفيين وحرم المجتمع المدني من حقه في النفاذ إلى المعلومة. أيضا سجلنا ارتفاع للانتهاكات المادية والمعنوية واللفظية ضد الصحفيين الفترة الأخيرة في ظل حالة من الإفلات من العقاب وعدم محاكمة ومحاسبة المعتدين والجنات في هذه الاعتداءات والجرائم. أيضا سجلنا انتهاك يومي وجسيم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين بامتناع الحكومة على نشر الاتفاقية الإدارية المشتركة، ورغم صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من القضاء الإداري. ونحن نعتبر أن مواصلة عدم نشر هذه الاتفاقية هو نوع من أنواع الفساد، باعتبار أن عدم احترام الأحكام القضائية وفق القانون التونسي هو فساد. لذلك نجدد مطالبتنا للحكومة بنشر الاتفاقية المشتركة لأنها تتضمن حد أدنى من حقوق الصحفيين. ولاحظنا أن هناك إرادة مشتركة بين الحكومة وبين أرباب العمل بتجويع الصحفيين وتفقيرهم حتى تسهل السيطرة عليهم، إلا أنه الحمد لله اليوم رغم المصاعب، رغم المتاعب، رغم المحاكمات، رغم توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية، لأنه ظلت الصحافة والصحفيون والصحفيات يعني يقاومون يمارسون عملهم بكل حرية. صحيح أن الضريبة كبيرة، صحيح أن ثمن ذلك المحاكمات، الاعتداءات، التحريض والدعوة إلى العنف، ولكن ظللنا وظلت الصحافة متمسكة بمواقفها، متمسكة بحقها في ممارستها لمهنتها بكل حرية ودون ضغوط ودون محاكمات. احنا شفنا اليوم أنه تصنيف تونس تراجع أعتقد ب 27 درجة من 94 إلى 121 في مجال في العالمية، وتراجعت حتى على المستوى العربي بعد أن كانت الأولى أصبحت الثالثة تونس اليوم. قراءتنا ليه أنه هناك مؤشرات يتم بمقتضى هذا التصنيف، المؤشرات هذه أهمها الاعتداءات، الانتهاكات، حرية وتعددية الإعلام العمومي، حق الصحافة والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة، حرية التعبير دون ضغوطات، سلامة الصحفيين. ونحن اعتبرنا أن ممارسة المهنة أصبحت خطر حتى على السلامة الجسدية للصحفيين اليوم. كل هذه المؤشرات أدت مباشرة إلى تراجع تونس في التصنيف العالمي للحرية. اعتبروا أن هذه الاعتداءات سواء كانت انتهاكات مادية، لفظية، بدنية، محاكمات، تضييق على المعلومة، كلها انتهاكات ممنهجة، على اعتبار أنه صدرت فيها منشورات ومناشير من قبل الحكومة، صدرت فيها قوانين ومراسيم مثل المرسوم 54، المحاكمات تتم بتعليمات كتابية ومباشرة من وزيرة العدل. هذا يخلينا نقول أنه هي مسألة سياسة ممنهجة ولا تتعلق بإجراءات أو تجاوزات فردية. هذا من جهة. من جهة أخرى المرسوم 54 احنا رفضناه منذ البداية بكل وضوح، وإلى اليوم مثلا نطالب برفضه، وانطلقنا منذ أسبوعين في الإجراءات العملية لرفع شكاية ضد تونس في القضاء المحلي الوطني لدى القضاء الإداري، وأيضا في القضاء الدولي لإسقاط هذا المرسوم أو على الأقل لاستصدار قرار قانوني باعتبار أنه ضد هذا المرسوم ورتعب في هذا المرسوم، باعتبار أنه لتونس التزامات دولية وتعهدات دولية وعلينا احترام الدستور الذي تتبناها الدولة التونسية، المعاهدات الدولية التي تمضي عليها الدولة التونسية. والمرسوم 54 القمعي والزجري سيء الذكر هو يخالف كل التعهدات التونسية في مجال حرية الصحافة والتعبير، ويخالف أيضا الدستور التونسي الصادر في 2022.